احنا وش عنا مهم بالدخل؟ اللي يشكو على رويح، احنا نشكو على رويحنا، هم يشكو على رويح، هكا ولا لا؟ هنا احنا معنا حدا دخل، نحن والتعبين مش مهومة. ما ينجم حتى بشر يدخل لا أجنبي ولا غيره إلا تونسي، في شان تونسي تكوردو حاجات نعطيهم الحق، خاطر طونك ما لقناش حل في تونس. معناتها كيما احنا نقولك الممثل نتاعنا كيوزين انترن نتاعنا مفضوح، الناس كل كي اوتوماتيكمون باش يمشيو يسندوا بالبرا، خاطر ما لقاوش شكون باش يشكيو. واحنا باش مربوطين، مربوطين دائما بالبرا، كصناعة كتجارة كل شيء مربوطين برا، شكون باش يشكيو؟ يشكيو البرا، عندهم حق، نعذرهم في حاجات كيما هذه. ومادام السياسة نتاعنا غالب عليها في تونس ما تتسماش خيانة عظمى، هذه ما نتصورش خيانة عظمى صايرة في البلاد. احنا تونس خلنا الامانه نتاعنا وخلنا كل شيء، خلنا الوطن نتاعنا في تونس، احنا خاينين ديجا الوطن نتاعنا كيما نشوفوا برا عادي. ثم التوانسه معناتها مش قاعدين يخونوا في الوطن نتاعهم في تونس، استبعدها. ثماش كنت انت واحده من الناس، شفتش الناس ماشيه للجيش هذيك الوطنيه؟ هما ثماش ماشي للجيش اوتوماتيكمون خيانة عظمى، زاد هذاك اللي يقدم روحه للجيش ما يخدمش بلاده. هذوما ما يلزموناش، ماهوش معناها ماهوش توانسه عندي انا، هذوما ناس معناها هما بطبيعتهم هما اللي عندهم باسبورات معناها اجنبيه فرنسيس وكذا، هذوما ناس معناها عار على 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 تونس وعار على الشعب التونسي، واحنا اللي دخلناهم وجبناهم لتونس من الماضي ما يجيوناش، ما احنا عرفناهم وفقنا بهم. وتوا معناها الوقت هذا بالنسبه اللي يحب يدخل معناها جهات اجنبيه لتونس، هذوما ناس نورمال خيانه الوطن، هذوما يتحكموا بالاعدام في تونس، هذوما ما يدخلوش تونس، خاطر الناس هذوما لا يحبوا الخير للتوانسه ولا للشعب التونسي، هذوما ناس معناها كما نقولوا معناها عاشوا مع هما غادي يقعدوا بعدها من غير ما يجيونا، هذوما ناس اختي خونه بالنسبه صريح العباره، هذوما ناس خونه والخونه ما يلزموناش.